رحيم امتثالا لأمر الله تعالى، ثم نزولا عند مطالب شعبنا العظيم بوحدة الفصائل الثورية المجاهدة على أرض الشام المباركة، نعلن نحن الفصائل الثورية التالية: الجبهة الإسلامية بحلب، جيش المجاهدين، حركة نور الدين الزنكي، تجمع فاستقم كما أمر، جبهة الأصالة والتنمية. نعلن عن الاندماج الكامل براية واحدة وقيادة موحدة تحت مسمى الجبهة الشامية، بقيادة الأخ عبد العزيز سلامة قائداً عاماً لهذه الجبهة، سائلين المولى عز وجل أن يكون هذا التوحد نواةً لاندماج كل الفصائل الثورية المجاهدة على أرض الشام، وسبباً لخلاص شعبنا من الظلم الذي لحق به بسبب إجرام النظام الشمولي الطائفي الحاقد، والحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً. معاهدين الله ثم أهلنا في سوريا بأننا سنبذل الأرواح والأموال رخيصةً للدفاع عنهم وتحرير هذا البلد من رجس الميليشيات الطائفية المجرمة، وجعله مقبرةً لكل قوى الظلام والشر في العالم. والله من وراء القصد.